lah, mau lu kan? Kenapa juga? Ayo sungai-sungai, oi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. طبعا أول مرة النهاردة تشوفوني في الجاكيت والكلام دوت، وده بسبب جو اليومين دولت مش مظبوط شوية، يعني شوية مطر شوية حر شوية مطر شوية حر شوية مش عارف إيه، فيعني الفلبين هي كده يعني. فالموضوع النهاردة أنا هتكلم فيه اللي هو الفلبين والضحك والتهريج وحب المرح. شعبي غريب والله، يعني انا رغم الصعاب اللي موجوده في الفلبين، ويعني انا واحد من ضمن الناس اللي بحتسب، بنقول مثلا المصريين شعب فكاهه وشعب دكته وبيضحك وبيحب المرح، لكن افاجئ انا بموضوع ان الفلبينيين اكتر منا مرحا، يعني رغم الظروف الصعبه الشديده اللي بيعانوا منها لكن هم اكتر مننا مرحا. فالفلبينيين رغم ان هم تلاقي فيهم عندهم، يمكن شفت انا هنا نسب ناس يعني حالتها الماديه غير ميسوره، وحالتهم العامه ان هم يعني مرتباتهم ضعيفه جدا لا تتعدى 5000 او 7000 بيسو، وممكن تلاقي اسره كلها عايشه على المبلغ ده، لكن عندهم مرح وعندهم ضحك وعندهم مش هنقول لا مبالاة، هم عايشين اليوم بيومه وعايشين حياتهم كده يعني ايه بيس خالص. من ضمن الحاجات اللي هي كانت بالصدفة انها اللي تعرضت ليها، وهي كان عيد ميلاد جنبي، وده كان بالصدفة يعني بالصدفة البحتة، فحبيت ان اروح اتفرج وبتاعه، اخد معايا الموبايل وحبيت ان اصور يعني اشوف هم بيعملوا ايه. فهم كانوا عاملين حاجة كده زي عيد ميلاد عادي زي اي عيد ميلاد، بس كان مزودين عليه شوية حاجة كده سبيشال، هي عاملين صاري كده زي صار العلم، وكان الصاري ده من البامبو، وكان دهنينه زيت، وعاملين على كل مثلا ارتفاع يعني بعد 3 متر عاملين حاطين ورقة ب 50 بيسو، وبعد كده 100 بيسو، وبعد كده 500 بيسو، وبعد كده 1000 بيسو. يعني الناس عملوا مسابقة ان ازاي يقدروا يجيبوا، يعني الناس تطلع بقى، هو مدهون زيت بقى البامبو دوت مدهون زيت، والناس تطلع تتسابق عليه. زيادة على كده اللي لفت نظري الناس كبيرة في السن، وناس يعني تعدت سن السبعين والثمانين، وفي مرح وفي ضحك وفي دنيا جميلة، الناس ما بتفكرش في هم ولا تشيل هم. ودي حاجة برضو لفتت نظري لما رحت أخدت الفاكسين، ويمكن ناس ترجع لفيديو الفاكسين تحس ان احنا رايحين رحلة، احنا مش رايحين ناخد تطعيم. يعني الناس بتضحك وتهرج وقمة المرح والضحك والفرفشة، ويعني مش شايلين في همهم ولا شايلين في دماغهم خالص. طبعا هنتفرج على الفيديو دلوقتي، تمام، هفرجكم على فيديو عيد الميلاد وتشوفوا كم الضحك اللي احنا ضحكناه وكمل. والمضحك في الامر ان هم مش عايزين الفلوس، هم مش مفكروا في الفلوس رغم المبلغ يعني المحطوط فوق 3000 بيسو، لكن هم مش عايزين الفلوس، ده لدرجه ان هم بيساعدوا بعض عشان ياخدوا الفلوس كلها ويقسموها على بعض. والشخص اللي ورايا ده اللي هو ماشي ورايا ده واحد من ضمن الناس اللي كانوا بيتسابقوا، ويمكن هتشوفوه على الصاري كان بيتسابق برضو معاهم. فمن ضمن الحاجات اللي يعني، وده قلع هدومه، ده قلع هدومه خالص وقلع تيشيرته ومسح البامبو بالتيشيرت بتاعه، ما هموش التيشيرت. تمن التيشيرت ما يعني مثلا هنقول مثلا 100 بيسو 150 بيسو، يعني انت لو جبت اول ورقتين او اول ثلاث ورقات من الفرع ده بتمن التيشيرت. فهو مش في دماغه يعني مرح وضحك وتسليه ولعب. فربنا يسعد الناس ديت وربنا يكملهم بسعادتهم. وانا قلت الف مره ان الفلبين بلد بيور نقيه جدا، لسه
ما ندبش فيها نفك، يعني لسه بطيبتهم ولسه بفطرتهم ولسه يعني بطبعهم. ويمكن يوم من الايام كنت انا رحت هنا في المنطقه اللي ورايا دي كده، دخلت في المنطقه دي وطلعت على الجبل فوق، انا شفت بني ادمين انا رجعت 300 سنه او 400 سنه ورا، يعني ناس ما تعرفش اي حاجه عن الحضاره والمدنيه، كبرهم قوي يعرفوا الراديو، دي الحضاره والمدنيه بالنسبه لهم، موبايل تلفزيون الكلام ده مش موجود خالص عندهم. وتلاقيهم ناس تعدت الـ80، انا شفت ناس في المنطقه اللي ورايا دي تعدت 80 85 سنه والله شايل فرع شجره انا اللي اصغر منه ب 40 سنه ما اقدرش اشيله. فالمهم نخش على الفيديو وبعد كده نرجع لكم تاني. Yeah.
Damlog naman ako, damlog. What is the big one? There, oh, tugsoy. Ayaw mo na! 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 Ayaw mo na!
بعد ما اتفرجنا على الفيديو وشفنا الفيديو، انتوا اللي تكتبوا ارائكم في موضوع الناس دي. الناس دي طيبين جدا فوق ما تتخيلوا، ويعني شعب طيب جدا، شعب بشوش، شعب مرح، شعب ما بيحبش الحزن. فاحنا هنطلب من حضراتكم تكتبوا لنا في الكومنتات زي ما كل مره متعودين منكم بكلامكم الجميل، ويا ريت يعني يا رب يكون هيعجبكم الفيديو، يا رب يعجبكم الفيديو ويكون يعني عند حسن ظنكم. وشكر لكم جدا المشاهده، ويا رب تكونوا استمتعتم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، ونطلب منكم دعمكم في التويتر يعني بالاشتراكات، تشتركوا معانا على تويتر عشان نقدر نعمل مساحه نتناقش فيها ان كان يوميا او اسبوعيا، نتناقش فيها في مواضيع جديدة، يعني حتى تبقى بالنسبة للناس اللي مش عايزة تطلع لايف كاميرا تخش معانا. فياريت تدعمونا على تويتر موجود عندكم باسم الفلبين بالعربي، والفيسبوك باسم الفلبين بالعربي. وشكر لكم جدا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.